إذا لازلنا على المش على المباشر. إذن التلاميذ يتوجهون على عمالة الإقليم. قرارات وزارة التربية والتعليم تقودنا للهاوي على ما أعتقد مع الأسف الشديد. إذن استنفار أمني. يا التلاميذ يطالبون بإسقاط التعاقد. فوضى عارمة تشهدها مدينة خنيفرة. دان استنفار أمني حول محيط عمالة إقليم خنيفرة. آلاف التلاميذ يخرجون الاحتجاج، وهذا الاحتجاج ليس له إطار، ليس له قائد. ارتجالية وربما نخشى ما نخشاه أن ينقلب إلى فوضى. إذن كما كتشاهدوا احنا أمام عمالة إقليم مدينة خنيفرة. استنفار أمني حول محيطها لكي لا يقترب التلاميذ إلى هذا المكان. إذا استنفار أمني أمام عمالة إقليم. مرحبا سي رشيد، مرحبا. إذا فر وكر.
إذن احتجاجات وفوضى بين قوسين عارمة بمدينة خنيفرة. تلاميذ يقولون بأنهم لا يرفضون هذا الموحد، يرفضون هذا القرار، يرفضون هذه المذكرة. السلطات المحلية والأمن العمومي يحاول محاصرة وضبط هذا الشكل لكي لا يتطور إلى فوضى وإلى تخريب. قرار الموحد، قرار موحد محلي بمعنى كما كنعرفوا بالدارجة كاين الجهوي، دابا زادوا لهم الموحد في الدورة الأولى وموحد آخر في الدورة الثانية عاد الجهوي. كذلك أصحاب امتحانات البكالوريا يعني جميع المستويات التعليمية زادوا لهم امتحانات محلية إجبارية على حسب القول ديالهم.